أغلب الأغلبية الرئاسية تقرر إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها في إطار تحالف دعم لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تحسبا للرئاسيات المقبلة. بحث فرص الشراكة والتعاون بين الجزائر وقطر في المجال الفلاحي محور لقاء بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين بالدوحة. دعما للاقتصاد الوطني، مجلس النقد والقرض يصادق على التنظيم المتعلق بمعاملات البنوك وفق الصيرفة الإسلامية. الأدب الأمازيغي يستقطب اهتمام رواد معرض الجزائر الدولي للكتاب، ومختصون يبحثون سبل النشر باللغة الأمازيغية. أسعد الله مساءكم. بداية، عقد أحزاب الأغلبية الرئاسية اجتماعا تنسيقيا ضم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الأمين العام لتجمع الوطني الديمقراطي أحمد يحيى، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس. وبعد تحليل الوضع السياسي للبلاد لا سيما للانتخابات الرئاسية المقبلة، قد قررت الأحزاب الأربعة إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها في إطار تحالف دعم لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. في النشاط البرلماني، اجتمع أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب، وبعد المصادقة على جدول الأعمال أحال مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 على لجنة المالية والميزانية لدراسته، كما درس مكتب المجلس مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2019. ونبقى بالمجلس الشعبي الوطني، حيث استعرض أمس وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمام لجنة المالية والميزانية ميزانية قطاعه المقترحة ضمن قانون المالية 2019، والتي تم تحديدها بأكثر من 181 مليار دينار. الوزير كشف عن مخصص مالي ب 27 مليار دينار لفائدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على شكل قروض دون فوائد. فيما يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وعلى حساب ميزانيته الخاصة بتمويل 12,000 مشروع جديد. كما يتضمن مشروع قانون المالية تدابير جديدة تسمح للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض طويلة المدى لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، بالإضافة إلى زيادة استثنائية على المعاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء قدرها 5%. من جهته، استعرض أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ميزانية قطاعه المقترحة ضمن مشروع قانون المالية 2019. الوزير أكد أن السنة المقبلة ستكون منطلقا للشروع في تحيين المخطط الوطني للتهيئة السياحية آفاق 2025. الجلستان حضرهما وزير العلاقات مع البرلمان محجوب فتح. في تعاون، شارك وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس بطوكيو رفقة مسؤولين يابانيين رفيعي المستوى في ملتقى اقتصادي جزائري ياباني حضرته أزيد من 100 مؤسسة يابانية ونحو 30 متعاملا اقتصاديا جزائريا. وعلى هامش اللقاء تحدث يوسفي مع نائب وزير البرلمان لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني كونجي يامادا، وكذا نائب وزير لدى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروفومي تاكي نامي. المحادثة تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والمناجم. كما تحدث الوزير مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتجارة الخارجية حول الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الهيئة في تحسيس ومرافقة المؤسسات اليابانية الراغبة في الاستثمار في الجزائر. كما كانت ليوسف يوسفي لقاءات مع مسؤولين عن مصنعي سيارات سوزوكي ونيسان.
اجتمع أمس بالعاصمة القطرية الدوحة وفد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بمسؤولي مجموعة حصاد المتخصصة في المنتجات الفلاحية تحت إشراف وزير التجارة سعيد جلاب، وذلك لبحث فرص الشراكة والتعاون مع المجموعة. جلاب أبرز أهمية تعزيز المبادلات مع الجانب القطري في إطار استراتيجية الحكومة المسطرة لتنويع الصادرات خارج المحروقات وتقليص حجم الواردات، إذ تسعى الجزائر حسب جلاب إلى الدخول في استثمارات مع الشركاء القطريين تخص إنتاج الأعلاف والحبوب واللحوم والدواجن، والتي توفر فرصا كبيرة للمستثمرين في الجزائر. من جانبهم أكد مسؤولو مجموعة حصاد اهتمامهم بمنتجات التمور الجزائرية باعتبارها تملك أكبر مصنع للتوضيب وتصدير التمور في قطر. وكسب رهان ترقية الصادرات يمر حتما عبر تحقيق ثنائية النوعية والتنافسية، وهو ما تسعى إليه ولاية الوادي بعد الرواج الذي حققته منتوجاتها الفلاحية في الأسواق القطرية والإماراتية. حورية جرجان. افتكت ولاية وادي سوف مكانة متميزة في القطاع الفلاحي، بحيث أصبحت قطبا رائدا على مد البصر وسط الرمال الذهبية، قطب يلبي متطلبات السوق الداخلية ويرسم معالم آفاق واعدة للتصدير. وادي سوف بصفتها ولاية حدودية تحتاج منتوجاتها إلى المرافقة والترويج. نبعث احنا مثلا بطاطا، نبعث طماطم، نبعث المنتوجات اللي تنتج عندنا قادرين نبعثوها. كنت تعيش التجاره على مستوى حدود، انا بطريقه المبادلات اللي نحكوا عليها باذن الله الوضع رايح يتحسن. نساعد الفلاحين ونرافق الفلاحين في برمجه هذه المشاريع التنمويه حتى تكون لهم تحفيز في زيادة الإنتاج، وكلما زاد الإنتاج نستطيع أن نكون سببا في تطوير هذا المنتوج أو هذه المحاصيل، ولما لا نصدرها للدول المجاورة. وادي سوف التي تحصي ما يقارب 4 ملايين نخلة يشتكي فلاحوها من نقص المياه وغرف التبريد. ضعف نتاع الماء، هذه ضعف الماء. ثانيا السخانة، السخانة كان جات السخانة بزهيدا الغلة تاع المنتوج تاع الفلاح كلها يجبد التمر تاعها. نجل ما عندناش غرف تاع تبريد. باش تخرجوه على البكري. انا عندك خاطر قعد عندنا غرف ولو يجبد التمر نديرو في الغرف. ايه هذه الغرف تاع التبريد ما عندناش. المشكل قبل ما كانش مطروح لان كان مفتوح غرف التبريد، وكما قلت ان فيه اكثر من 55 غرفة تبريد انجزت في اطار الدعم. لكن كما قلت منذ 2015 نظرا لظروف معينة هذا الدعم فيه جمد هذا الدعم. فيما يشتكي الفلاحون من نقص غرف التبريد لتخزين منتوجاتهم، نجد من استثمر في هذا النشاط يشتكي من نقص الإقبال، بحيث أصبحت غرفهم خالية على عروشها. الغرف متوفرة توفر كامل في الولاية هذه، بالعكس احنا رانا نحوسوا على الفلاحين باش يجيونا باش يستوكيو عندنا اكسترا. راح نصدروا درك بور لو مومون دلاع والبطيخ والفلفل على البارتنر تاعنا في الامارات. وادي سوف التي استطاعت ان ترفع تحدي الانتاج والنوعيه تحتاج الى تنظيم يستوعب سخاء صحرائنا. صادق مجلس النقد والقضاء على التنظيم المتعلق بمعاملات البنوك وفق الصيرفة الإسلامية الإجراء من شأنه رفع الحرج عن المواطن في تعاملاته مع المؤسسات المالية، كما يسمح بامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية. وسيلة بوشارب. بعد انتظار طويل أعطى مجلس النقد والقرض الضوء الأخضر للبنوك والمؤسسات المالية للتعامل بنظام يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية. الإطار القانوني المحدد لشروط ممارسة هذا النوع من النشاط سيفضي حتما أريحية للمواطن الباحث عن خيار أكبر في معاملاته البنكية خصوصا، وأن المواطن الجزائري لا يحبذ التعامل بالربا. المجتمع المسلم يتنافى مع مصطلح الربا، بل نلجأ إلى تمويل إسلامي بطرق وبأليات إسلامية.
تكشف التفاصيل التي تضمنها قانون بنك الجزائر عن تشكيلة واسعة للمنتوجات الإسلامية، منها ما يعرف بالمرابحة، المضاربة، الإيجار والاستصناع. لكن السؤال المطروح، هل البنوك الكلاسيكية مجهزة بالآليات الضرورية لمثل هذه المعاملات؟ وماذا عن اليد العاملة المؤهلة؟ النشاط الإسلامي بالمنتجات الإسلامية يستدعي أولا النشاط بالعقود، وهم غير محترفين في هذا الميدان. قليل البنوك العمومية تستعمل العقود العادية، لكن الصرف الإسلامية ما هي إلا عقود وعقود تمضى يوميا في هذا الاتجاه. ثم التكوين المختص، ونعرف أنه في السوق في التكوين في التعليم العالي أو في التكوين المتخصص ما فيش لحد الآن المالية الإسلامية على مستوى الجامعات تقصد. كما تطمح السلطات العمومية بعد وضع الإطار القانوني هذا لامتصاص جانبا من الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق الموازية، وبهذا الشأن تتباين آراء الخبراء. ممكن جدا مع فترات والآلية التي ستنجح في الأجهزة البنكية، ممكن جدا أننا نستقطب رأس مال كبير من هذه الكتلة النقدية التي تتداول، وهي اللي خلتنا ربما نذهب إلى إعادة طبع النقود. أنا واحد من الناس اللي لا يعتقدون أنه الصرف الإسلامية هي إلا وسيلة ووسائل للدفع ومنتجات إسلامية لمعروفة في السوق كالسوق الربوي كالسوق العادي الكلاسيكي، لكن لا أعتقد أنها راح تجذب بالسوق الموازية، لأن المحفزات لزانسيتاسيون ايكونوميك اللي هي وراء السوق السوداء وراء السوق الخفية في الجزائر والمعروفة بالسوق الموازية هي غير المحفزات اللي نعرفوها، لأن السوق الصرف الإسلامية تقضي عليها. إذن من المقرر أن تشرع البنوك العمومية في العمل بهذا الإجراء مطلع السنة القادمة، فتسجل المؤسسات المالية الجزائرية أولى الخطوات في طريق الصرف الإسلامية. في قطاع السكن وضمن عملية الإسكان الكبرى التي تشهدها مختلف ولايات الوطن بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، تم بولاية كالما توزيع أزيد من 300 وحدة سكنية من مختلف الصياغ عبر 19 بلدية. أما بولاية بشار فقد تم توزيع الحصة الأولى من مساكن عدل المقدرة ب 750 وحدة سكنية من إجمالي 1500 مسكن. أشاف أمس وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير قدام المحاربين والمقاتلين من أجل الوطن الأنغولي جواو أرنستو سانتوس على توقيع بروتوكول اتفاق بين الجزائر وأنغولا في مجال الحماية الاجتماعية للمجاهدين وقدام المحاربين من أجل الوطن والحفاظ على الذاكرة التاريخية. كما تقضي الاتفاقية بتعزيز فرص التكوين بين إطارات البلدين والتعاون في مجال التأهيل العضلي وصناعة الأعضاء. فعاليات الملتقى الدولي الخامس للطريقة القادرية المنظم من قبل المشيخ العام للطريقة بولاية ورقلة تناول دور المرجعية الوطنية في أمن واستقرار الجزائر، يقول عبد الوهاب دحماني. يواصل المشاركون في الملتقى الدولي الخامس حول دور المرجعية الوطنية في أمن واستقرار الدولة الجزائرية إلقاء مداخلاتهم حول أهمية الأمن والسلم في تطور وتنمية الدول. أتينا لنعبر أن الأمن والاستقرار والسلام هو الأهم وهو الأساس في أي بلد. الأمن والسلام هو أصل الحياة. ينبغي أن نعزز في نفوس الشباب هذا الفكر الصحيح لينشأوا عليه، ثم هم كذلك يربون أولادهم عليه. بهذا نحافظ على البلد من كل التشويشات من الأفكار المتطرفة التي مآلوا هذا الفكر المتطرف إلى الدمار. من مختلف دول العالم جاءوا إلى الجزائر للمشاركة في هذا الملتقى الدولي، وآراؤهم توافقت على أن السلم مفتاح للاستقرار والتطور. وما وجدت ما أتكلم به إلا عن حياة الشيخ والأمير عبد القادر الجزائري في سوريا وماذا كان له من الدور الوطني في سوريا. الإسلام هو الذي علمنا
الإخوة وأن نقصنا الأخوة. إذا كان الأخوة الإسلامية وأغلى وأعلى من الأخوة النسبية. الملتقى يتواصل بإلقاء المحاضرات من المشاركين وإثراء النقاش من الحاضرين حول أهمية دور المرجعية الوطنية في أمن واستقرار الدولة الجزائرية. تسخد ضفوف صالون الجزائر الدولي للكتاب بصنوف من الكتب في عدة اختصاصات على غرار الأدب الأمازيغي الذي يستقطب اهتمام رواد المعرض. قدور جوابي. الرواية الأمازيغية وما تحمله من تراث عريق حاضرة بالمعرض الدولي للكتاب. عناوين مختلفة تروي قصصا تحاكي الواقع وأخرى من خيال الكاتب. بصح كما أنا جبت رواية تاعي اللي خرجت من 2018 هذه اللي هي إخ وسمع. كل الإنسان اليوم في الأمازيغية يقدر ينتج أفكاره ويقدر يعبر على حسب القومية نتاعه والثقافة نتاعه. والروايات هذو مقتبسة من التاريخ الكبير العظيم نتاع الجزائر ونتاع التمزغة بصفة عامة. الكتاب شبه المدرسي بالأمازيغية وعلى قلته حاضر بأجنحة المعرض. يعني عطاس دي سقسينا كيجيم يعني دون انسومبل يعني صافا يعني صافا يعني الحونة عطاس وفرح نسوى عطاس حتى لان خصا ديجا لان انتفنا راك كذي مغرينا كذي قارنا كذي اللي كل الكلية اثيرو غان صافا يعني. ثلاث سنين طلبت لهم كتاب اللي يسمح لنا ندرسوا ونقراوا اللغة الأمازيغية كيفاش تركب جملة كيفاش تكلم كيفاش تلاحظ كيفاش تستعمل الأفعال. إدماج الرواية الأمازيغية في الكتاب المدرسي خطوة لإثراء الجانب المعرفي وتوسيع الرصيد اللغوي للتلميذ. وعلى هامش فعاليات المعرض نظمت المحافظة السامية للأمازيغية يوما دراسيا حول النشر باللغة الأمازيغية من حيث النشأة والتصنيف والتطور، وهذا بحضور كتاب وباحثين وناشرين مختصين. في بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن الوضعية الوبائية للحصبة أو البحمرون، تعلم الوزارة تسجيل حالات من الحين لآخر في بعض الولايات حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية للسيطرة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها وفق البرنامج الوطني للمراقبة حالة بحالة عن طريق التبليغ الفوري للحالات المشتبه بها والتكفل الطبي وإجراء تحقيق وبائي وأخذ عينات مصل للتأكد من كل الحالات. وتعلم مصالح الوقاية أن التلقيح والتطعيم يبقيان أفضل حماية ضد الحصبة. إلى حد اليوم وصلنا إلى 23,000 حالة وعندنا 16 حالة 16 وفيات، ولكن اليامات هذو يعني الإبيديمي مازالها يعني سارية على بعض الولايات، بحيث عندنا بعض الحالات المتفرقة اللي تظهر يعني يوميا وأسبوعيا فيما يخص بعض الولايات. ولهذا احنا نقول يعني نوصي ونوعي الأولياء باحترام جدول التلقيح تاع الأطفال نتاعهم. ومعظم يعني الأطفال اللي توفوا يعني ومعظم الحالات اللي ظهرت يعني ظهرت عند أطفال ما كانوش ملقحين. يعني هذا تراجع الأولياء فيما يخص التلقيح تاع الأطفال تاعهم واحترام الرزنامة الوطنية للتلقيح يعني لعب دور كبير أيضا في ظهور الحالات وظهور الوفيات. على خلفية التذبذب الذي يعرفه التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى وسط العاصمة وشرقها، تطمئن شركة المياه والتطهير سيال زبائنها بأن التوزيع سيستأنف بشكل عادي ابتداء من يوم الجمعة صباحا بعد استكمال أشغال التهيئة على مستوى القنوات الرئيسة للتحويل بالحامة. في ندوة عقدها بمقاضي جريدة الشعب أكد السفير الصحراوي
لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر أن المغرب الذي فشل فشلا ذريعا في القضاء على المقاومة الصحراوية في الأراضي المحتلة، لكنه ما يزال في تعنته وتصعيده وتماديه في الاحتلال، وهو ما يعطل المفاوضات. كما عبر طالب عمر عن تفاؤله بشأن قرارات مجلس الأمن والموقف الأمريكي بتقليص عمل بعثة المينوسو إلى 6 أشهر على أمل التوصل إلى حل نهائي يمكن الصحراويين من حقهم في تقرير المصير. دوليا، صادقت سلطات الاحتلال على بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، فيما أوضحت السلطات الفلسطينية أن بناء المستوطنات في القدس الشرقية في تزايد مستمر منذ إعلان الرئيس الأمريكي قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين بينهم نائب بالمجلس التشريعي خلال حملة مداهمات بقرى وبلدات بالضفة الغربية. تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ، وذلك في إطار الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت لأول مرة انتخاب امرأتين من السكان الأصليين الهنود الحمر ومسلمتين في الكونغرس. وشكل هذا الفوز انتكاسة لرئيس ترامب نظرا لحيازة الديمقراطيين على السلطة اللازمة لمراقبة إدارة دونالد ترامب وبعث التحقيق حول قضية التدخل المزعوم في روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016. في الرياضة، حقق فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا على حساب مضيفه النصر السعودي بنتيجة 0-1 لحساب ذهاب الدور الثمن النهائي لكأس العرب للأندية لكرة القدم، في انتظار مواجهة الإياب في 27 نوفمبر القادم بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة. فحظ موفق للمولودية والفرق الجزائرية الأخرى المشاركة في ذات المنافسة. بمشاركة أزيد من 50 عارضا وحرفيا من 10 ولايات، اختتمت بتيزي وزو الطبعة 9 للمهرجان الثقافي المحلي لزرابي أث هشام، وهو المعرض الذي استهدف على مدى أسبوع كامل الحفاظ على هذا الموروث الثقافي. المزيد مع عبد الله سبع قرود. الكل مقتنع بأن الدورة 9 من مهرجان الزربية أث هشام أتت بالجديد، خاصة وأن تسويق المنتوج أخذ على عاتق وزارة السياحة والصناعات التقليدية. أن هذا الحرفة هذه تتطلب جهد كبير، إمكانيات مالية، إمكانيات تقنية ومادة خام، وإحنا مع السادة المدراء المركزيين ممثلي معالي الوزراء وزيري الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية رانا ندرس ما هي الطرق والسبل الكفيلة بدعم هذا الحرفة أولا، ودعم الحرفيات والحرفيين باش هذه الحرفة ما تندثرش، لأنها تؤسس عنصر أساسي من هويتنا وتراثنا المادي واللامادي. دورة شهدت توافد الكثير من الزوار المتعطشين لهذا الإرث الثقافي. راني نكتب اني نجا راني نكتب اني توجو راني نكبل تورا عزيز غداج ندبغط تفكت ندبغط سكنت لا براني على تمورتنا عاود تسكن دوكان ان شاء الله هادي في كاربون ان شاء الله مكتوبه تجي تورا ان شاء الله فنزد الحل الذي ينز تورا ان شاء الله هادي قدم الرساد وطابي قلنا ما تهيش. المشاركون في المهرجان كرموا رئيس الجمهورية نظيرا لمجهوده في ترقية الصناعة التقليدية بالجزائر. بأصالة الزرابي التقليدية نختم نشرتنا، وللتواصل معنا مشاركين عناويننا الإلكترونية دائما في الخدمة. بأمان الله.